بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. نعم، هو ذكر أن أفردت وجمعت. أولا قول الله تبارك وتعالى ومن يطع، وقال ومن يعصي، لفظ من ألفاظ العموم، وهو اسم يأتي اسم موصول ويأتي أداة شرط، مثل هنا أتى على أنه أداة شرط. من هذه تطلق على العاقب في الأصل وتطلق على المذكر والمؤنث. الله قال في حق أمهات المؤمنين ومن يقنت منكن، مع أنهن إناث. هذا يدل على أنه تطلق على المذكر وتطلق على المؤنث. نأتي للصياغة التي سأل عنها، قال في حق أهل الجنة خالدين، لأن الإنسان يزداد نعيمه كلما شعر بأن أحدا يشاركه فيه. والعامة يقولون جنة بلا كذا ما كذا، يعني باللهجة العامية، وأنا أتحرج منها، فأمرها ظاهر للناس. لكن عياذا بالله في النار، قال خالدا هنا في هذا المقام لأنه معذب ولوحده، فهذه غربة أشد. لما ذكرها القرآن ذكرها بالإفراد، كأنه يعني يعذب بالمعنى كما يعذب بالمبنى. نسأل الله العافية.